السلام عليكم شباب ريبسلين، ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 8 الدقهليه جفرنريت فرع الجبرا. طبعا شباب هتلاقوا لينك بلاي ليست سواء الجبرا والجيومتري في الكومنتات والديسكربشن، ادخل على اللينك اعمل له سيف عندك عشان تسمع كل الامتحانات اللي فاتتك وتتابع معانا الامتحانات القادمه ان شاء الله. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم. في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 اف اي باور 2 ماينس بي باور 2 ايكوالز 18، اي بلس بي ايكوالز 6، then a minus b equals. طبعا دي difference between two squares من بريب 2 تراكمي، هنعمل لها factorize. ال a power 2 a و a، ال b power 2 b و b، دي negative و دي positive، كل ده equals 18. ال a plus b ب 6، يبقى ال a minus b بكام؟ يبقى عشان تعرف ال a minus b هتعمل 18 over 6، و 18 over 6 اللي هي 3. نمبر 2 بيقول لي in an experiment of throwing a fair die once the probability of appearing a prime number is. مبدئيا طالما die يبقى الدنومينيتور بتاعك 6، prime number يبقى معاك 2 وال 3 وال 5، دول كام number؟ دول 3، يبقى 3 over 6 اللي هي half. نمبر 3 بيقول لي if there are an infinite number of solutions in R product R of the two equations x plus 4y equals 7, 3x plus ky equals 21 then k، يبقى طالما infinite solution يبقى ده scale من ده، يعني تشوف كده ال x multiplied by كام وهتعمل كل multiply نفس ال number. يعني هنا multiplied by 3 يبقى ال 4 تعمل لها multiplied by 3 تبقى 12، عشان لما تيجي تجيب السلوب تلاقيهم ايكوال، ولما تسبستيتيوت الاكس بزيرو تلاقي التو بوينتس ايكوال فيبقوا كوينسيدنت، وبالتالي السوليوشنز بتاعتك تبقى انفينيت، يبقى هي في الاخير 12. ليتر بي بيقول لي by using the general formula find in R the solution set of the equation x power 2 minus 5x plus 2 equals 0 knowing that square root of 17 equals approximately 4.12. لازم نجيب ال A وال B وال C. ال A هي ال coefficient of x power 2 وال B هي ال coefficient of x وال C هي ال absolute term له. بعد كده ال x equals negative b positive or negative b square minus 4ac over 2a، يبقى ال x equal negative b اللي هي negative negative 5 positive or negative b square اللي هي negative 5 power 2 minus 4 multiplied ال a multiplied ال c over 2a تبقى 2 multiplied by 1. هنجيب الكالكوليتر بتاعتنا ونعمل negative negative 5 plus square root negative 5 power 2 minus 4 multiplied by 1 multiplied by 2 over 2 multiplied by 1 تبقى 5 plus square root 17 over 2 هتعمل SD تبقى 4.561 وهكذا. هل هو قال لي 2 decimal number او اي حاجة؟ لا، يبقى انت هتكتب 2 numbers وخلاص، يبقى x 4.56 لان مفيش اي rounding هنا. بعدين ترجع تخلي البوزيتيف دي نيجاتيف. تبقى 5 minus square root 17 over 2 تبقى 0.43، بس خلي بالك ال 8 دي increase 3 تخليها 4 تعمل rounding يعني، يبقى ال x عبارة عن 0.44. خلي بالك دي rounding ودي rounding، يبقى لو طالب solution set هتكتب كده 4.56 و 0.44. اعمل zoom out. نمبر 2 بيقول لي choose part of the correct answer. ستين مختلف الامتحان ده. نمبر 1 if n x equals x minus 5 over x minus 4 then the domain of n inverse. عايز الانفيرس للفانكشن دي، الدومين بتاعها. عشان تجيب الدومين هتعمل r minus set of zeros of numerator and denominator. هنا negative 5 تبقى positive 5، هنا negative 4 تبقى positive 4، يبقى r minus 4 and 5.
نمبر 2 بيقول لي if x power 2 plus y power 2 equals 5xy then x over y plus y over x equals. طيب انت هنا لازم تعمل plus فتخلي denominator equal ازاي اعمل له multiply y multiply x تبقى xy وبعدين x multiply x تبقى x power 2 y multiply y تبقى y power 2 x power 2 plus y power 2 تبقى 5xy over xy cancel ده مع ده تبقى 5. number 3 بيقول لي if a power 2b equals 9 a b power 2 equals 3 then a b equals ومديك ال a power 2b ومديك ال a b power 2 العكس مرة ده بناين ومرة ده بسري وعايز الـ AB فقط فانت لازم تعمل substituting يعني ايه؟ يعني هنجيب الفاليو بتاعت الـ B هنا طب هنجيبها ازاي؟ دي كده هتروح هناك بديفايدد باي تبقى 9 over A power 2 بعدين هنكنسل الـ B هنا ونحط الفاليو بتاعتها يعني تبقى A كده multiplied by الـ B power 2 واللي هي الـ B فقط بـ 9 over A power 2 كل ده power 2 equals 3 يبقى A multiplied 9 power 2 81 وال A power 2 power 2 تبقى A power 4 equals 3 ال A تتكنسل وتخلي لي دي power 3 تبقى 81 over A power 3 equals 3 عشان تجيب ال A power 3 ركز معايا هننزل دي تحت ونطلع دي مكانها فوق تبقى 81 over 3 واللي هي 27 يبقى الـ A فقط is cube root الـ 27 واللي هي 3 بعد كده هتروح تعمل substituting الـ A بـ 3 يبقى 3 خلينا نيجي كده 3 B power 2 equals 3 يبقى الـ B power 2 3 over 3 يبقى ال B power 2 3 over 3 اللي هي 1 طيب يبقى ال B هتاخد ال square root لل 1 اللي هي positive و negative 1 هو بقى عايز ال A ديت multiply ال B يعني 3 multiply ال 1 و 3 multiply ال negative 1 كل ال answers اللي هو مديها لك بال positive يبقى انت هتعمل 3 multiply ال 1 واللي هي 3 letter B بقى بيقول لي if n1x equals 2x over 2x plus 8 n2x equals x power 2 plus 4x over x power 2 plus 8x plus 16 prove that n1 equals n2 هنجيب ال n1x 2x over 2x plus 8 هنعمل لها simplify d2x over ال 2 دي هناخدها highest common factor لما ناخد ال 2 من هنا يتبقى x لما ناخد ال 2 من هنا يتبقى 4 لان 8 divided by 2 ب 4 بعدين لازم تقف وتجيب الدومين طب هو ما ليش عايز الدومين ما هو انت عشان تبروف ان هما equal لازم تبروف ان الدومين equal والسمبليفاي equal فالدومين of n 1 equals r minus set of zeros of denominator دي positive 4 تبقى negative 4 طيب نكمل السمبليفاي يبقى ال n1x كنسل ده مع ده تبقى x over x plus 4 نيجي بقى نجيب ال n2x واللي هي x power 2 plus 4x over ال x power 2 plus 8x plus 16 هنعمل simplify فوق نقدر ناخد ال x high common factor ال x high common factor لما ناخد x من هنا من ال x power 2 يتبقى x ولما ناخد x من هنا يتبقى ال 4 فقط وتحت لو ركزت ده ال square بتاع trinomial perfect square trinomial نعمل bracket power 2 اخد ال square root هنا واخد ال square root هنا واحط الساين بتاعت دي وأتأكد من الأنسر بتاعي صح 2 multiply 4 8 multiply x تبقى 8x وقف وهات الدومين يبقى أقول له كده the domain
of n2 r minus the set of zeros of denominator. هنا ال x plus 4 يعني positive 4، فهتجيب ال additive inverse ليها واللي هي ال negative 4. طيب وبعد كده هتبقى cancel بقى دي تكنسل power 2، يبقى ال n2x equals x over x plus 4. لو عملنا زوم اوت كده هنلاقي ان ده كده نمبر 1 وده كده نمبر 2، وبالتالي هتلاقي الدومين هنا equal والسمبليفاي equal، فاقول له كده from 1 and 2 n1 equals n2. Number 3 letter A بيقول لي find in R product R the solution set of the two equations x power 2 plus xy equals 3 x plus y equals 1. x plus y equals 1 طالما معايا equation من ال first degree و equation من ال second degree فأنا ما قداميش غير substituting method، فأنا أقدر أودي ال y دي بعكس ال sign فتبقى x equal 1 minus ال y. وفي حل تاني اسهل ان انا اودي الاكس هي بعكس الساين لان انا ما عنديش غير الواي فقط، فيفضل ان احنا نعمل الحل ده واللي هو واي ايكوال 1 ماينس الاكس اللي يريحك حل بيهم، تسمي دي نمبر 1، انا هحل بدي اسهل طبعا. بعدين معايا الايكويشن التانية اللي هي اكس باور 2 بلس اكس واي ايكوالز 3، دي سميها نمبر 2. هتقول له بايه؟ هتقول له سبستيتيوتينج فروم 1 انتو يعني هنيجي هنا دي اكس باور 2 ودي اكس وين ريبليس الواي ب 1 ماينس اكس ايكوالز 3، يبقى دي اكس باور 2 واكس ملتبلاي 1 تبقى اكس واكس ملتبلاي اكس تبقى اكس باور 2 ايكوالز 3. هنعمل سمبليفاي بان احنا نكنسل ده مع ده لان هم اديتيف انفرس لبعض، يبقى اكس ايكوالز 3 بكل سهوله. قول له بقى ايه سبستيتيوتنج انتو أو 1 أسهل، الاثنين صح، وجرب الإكس بثري هتروح هنا واي إيكوال 1 ماينس 3، 1 ماينس 3 نيجاتيف 2، يبقى أنا السوليوشن بتاعي كده الإكس بثري والواي بنيجاتيف. Letter B بيقول لي find n of x in its simplest form showing the domain where n of x equals x bar 2 plus 2x over x bar 3 minus 27 divided by x plus 2 over x bar 2 plus 3x plus 9. هنبدأ بإن احنا ناخد هنا ال x في النوميريتور high common factor لأن دي x bar 2 دي x، لما تاخد من هنا x يتبقى لك x ولما تاخد من هنا x يبقى لك 2. بعدين ده كده factorize difference between two cubes، نعمل bracket صغير وbracket كبير، تاخد cube root لده بx، تاخد cube root لده ب3، تحط الساين دي هنا، نعمل ال first square ال second square inverse sign ونعمل first times the second تبقى 3x divided by هنا x plus 2 كما هي وهنا x power 2 plus 3x plus 9، ده ملوش اي نوع من انواع الفاكتورايز فبنسيبه زي ما هو. نقف هنا عشان نجيب الدومين، والدومين بتاعنا معروف هو ال r minus the set of zeros of denominator، دي negative 3 تبقى دي positive 3. هل في اي حاجة تانية؟ ايوة لازم هنا تيجي تجيب الزيروز بتاعت النوميريتور والدينوميريتور عشان دي هنجيب لها المالتيبليكيتيف انفيرس، فدي بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2. تعالى بقى نكمل السمبليفاي بتاعنا، ال n of x ده بينزل زي ما هو
وده x minus 3 multiplied by x power 2 plus 3x plus 9 divided by تتقلب multiply ودي x power 2 plus 3x plus 9 ودي تنزل تحت x plus 2. هنكنسل ده مع ده وده هو هو ده يتبقى x over x minus 3. نعمل zoom out. ده الحل بتاعه. اللي حابب ياخد سكرين شوت يا شباب عشان ننقل على اللي بعدها. هنلاقي نمبر 4 letter A بيقول لي find n of x in its simplest form showing the domain where n of x equals x power 2 plus x over x power 2 minus 1 minus x minus 5 over x power 2 minus 6x plus 5. عشان تعمل ده في simplest form كل بساطة هتلاقي برضو فوق نفس الفكرة ال x تقدر تاخدها هيكون فاكتور. لما تاخد من هنا x يتبقى x plus 1 وهنا difference between two squares ممكن نعملها كده x و x وال 1 1 و 1 دي positive و negative minus x minus 5 وال x power 2 minus 6x plus 5 ده factorize ل quadratic trinomial x power 2 x و x و 2 number product بتاعهم 5 والبلس بتاعهم 6 مفيش غير ال 5 وال 1 دي positive يبقوا الاثنين as the middle negative و negative. هتقف هنا وتجيب الدومين يبقى الدومين of n equal r minus set of zeros of denominator دي negative 1 تبقى positive 1 دي positive 1 تبقى negative 1 دي negative 1 تبقى positive 1 دي negative 5 تبقى positive 5. عشان نعمل simplify هنكنسل ده مع ده وده مع ده تبقى ال nx equals x over x minus 1 ودي 1 over x minus 1. هنخلي الدنومينيتور بتاعنا x minus 1 ودي minus عشان مش عارف دي جت منين الزيادة دي. الدنومينيتور بتاعنا equal خلاص يبقى x minus 1 يبقى ال nx x minus 1 over x minus 1 تبقى 1. نيجي بعد كده الليتر B بيقول لي find the value of each of A and B given that 3 and negative 1 is a solution for the two equations AX plus BY equals 5 3AX plus BY equals 17. هو مديك حاجة مهمة مختلفة المرة دي ان 3 والنيجاتيف 1 دول solution for the two equations. يبقى احنا نقدر نقول ان احنا substituting ال order the pair ده هنا يعني ال x وال y ال x ب 3 تبقى 3a وال y ب negative 1 تبقى negative b equals 5 ودي number 1. number 2 ادي دي 3 ال x ب 3 تبقى 3 multiply 3a plus by ال y ب negative 1 تبقى negative b equals 17 ودي number 2. positive by negative تبقى negative b equals 5 ودي 3 by 3 تبقى 9a و positive by negative تبقى negative b equals 17. التو equations هنحلهم بطريقة ال omitting method ازاي؟ add 3a minus b equals 5 و 9a minus b equals 17. طبعا طريقة الاوميتنج ميثود ان احنا بنكنسل حاجة مع حاجة فدي نيجاتيف بي ودي نيجاتيف بي لو قدرت اخلي دي بوزيتيف يبقى اتحلت. ازاي؟ اعمل هنا multiplying by negative 1 تبقى دي كده هتبقى نيجاتيف 3a بوزيتيف بي نيجاتيف 5 عملت كله by نيجاتيف هنا تبقى 9a minus b equal 17 زي ما هي. بعد كده اقول له بقى adding 1 and 2 اعمل لهم addition 9a minus 3a تبقى 6a ده يتكنسل مع ده 17 minus 5 تبقى 12 يبقى ال x 12 divided by 6 over 2 equals 2 ال a ب 2 يبقى اقول له كده substituting في اي equation تعجبك 1 or 2
substituting for example in one. أطلع كده فوق. إحنا قلنا ال b ال a ب 2 ال a ب 2 يبقى 3 multiply 2 minus ال b equal 5. 3 multiply 2 تبقى 6 minus ال b equal 5. 6 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف b 5 minus 6. 5 minus 6 نيجاتيف 1 ده يتكنسل مع ده تبقى b ب 1. يبقى السوليوشن بتاعنا إنه ال a ب 2 وال b ب 1. نزين السلوشن كامل بقى. ننتقل لنمبر 5 لتر A. بيقول لي if A and B are two events from the sample space of random experiment, probability of A equal 4 tenses, probability of B 5 tenses, probability of A intersection B equal 2 tenses. Find number 1 probability of A union B. ودي ليها رول ثابتة وهي عبارة عن الـ probability of A plus الـ probability of B minus intersection. هو مديك كل حاجة الـ A بـ 0.4 plus الـ B 0.5 minus الـ 0.2. 4 plus 5 9 minus 2 تبقى 7 tenses. Number 2 بيقول لك probability of A minus الـ B برضو ليها لو ثابت الـ A minus الـ intersection. الـ A بكام؟ 0.4 minus الـ intersection اللي هو 0.2 تبقى totally 0.2. بعد كده عايز الـ probability of sample space بحالها minus الـ B. نفس الفكرة عبارة عن الـ probability of sample space minus الـ intersection. طيب الـ probability بتاع sample space لو انت مش عارف اعرفها كمعلومة انه دايما 1. طيب الـ sample space intersection الـ B دي الـ sample space كلها ودي الـ B فالـ intersection بتاعهم هو الـ B نفسه. يعني الـ probability of B يعني 1 minus الـ probability of B اللي هي 0.5 واللي هي 0.5. جميلة الفكرة دي مختلفة. Letter B بيقول لي if n x equals x power 2 plus c x plus 12 over x power 2 plus 3 x plus a, the domain of n equals r minus 3 and b, n of 4 equals 6, find the value of a, b, c. مبدئيا خلينا نبدأ بالدومين اللي هو الدهوني لأنه ده أهم حاجة. إنه هو R minus 3 وال B يعني 3 ديت ما ينفعش تستخدمها عشان بتخلي الدينومينيتور بتاعي بزيرو. يعني لو يعني أقول له كده at x equal 3 ده كده بزيرو x power 2 plus 3 x plus a equal 0. ال x ب 3 بقى 3 power 2 plus 3 times 3 plus ال a equal 0. 3 power 2 ب 9 و 3 times 3 9 plus ال a equals 0. 9 plus 9 18 plus a equals 0 و 18 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى a equals negative 18. كده وصلنا لل a يبقى احنا كده نقدر نشيل كده ونحط negative 18. بعد كده بيقول لي ال n 4 ب 6. ال n of 4 ب 6 يعني انت لما تسبستيوت الx لما نعمل سبستيوتنج كده الx ب 4 تطلع لنا ب 6. طب تعالى نعمل ده x باور 2 يعني 4 باور 2 بلس cx c ملتبلايد ال 4 بلس 12 اوفر x باور 2 يعني 4 باور 2 بلس 3x 3 ملتبلايد ال 4 بلس ال a اللي هي نيجاتيف 18 كل ده بيطلع ب 6. ال 4 باور 2 ب 16 وال c ملتبلايد ال 4 تبقى 4c ودي 12 اوفر فور باور 2 بلس 3 ملتبلايد ال 4 ماينس 18 تبقى 10
equals 6 over 1. 16 plus 12 تبقى 28 plus 4c equals عملت دول multiply و 6 by 10 تبقى 60. خلي بالك انا عملت دول plus وبعدين عملت multiply 1. يبقى 4c 60 minus 28. 60 minus 28 عملها بالكالكوليتر تطلع 32. يبقى c 32 over 4 واللي هي 8. كده يا شباب يكون انتهى الاكزام. نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. للاستفادة الاكبر والاكبر، طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر، عرض الاونلاين. طلاب البرايمري جريد 4 و 5 و 6 زي ما هو موضح كده، سعر السيشن 30 جنيه للطالب، سعر رمزي. السيشن بتبقى طالبين، مدتها ساعة، وساعة كافية جدا ووافية، وده عن تجربة لانه منهجهم سلس وبسيط رغم ان هو كبير ككم، لكن سهل وبسيط وان شاء الله نخلصه في وقته. وكده كده معانا مرونة ان احنا نزود سيشن زيادة او كده ونظبط الدنيا. بالنسبة لطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضو، بريب 1 تبقى من ميزة فيها ان هي لطالب واحد فقط، وده عرض برضو استثناء السنة دي لان الموضوع ده هيتغير، هيبقى جروبس من السنة الجاية، هيبقوا 2 و 3، فالموضوع السنة دي استثنائي. 40 جنيه لطالب بريب 1، 50 جنيه لطالب بريب 2، و 60 جنيه لطالب بريب 3. برضو وقت الحصة ساعة رغم انه طالب لوحده، ان وقت الحصة ساعة. وزي ما هو موضح اهم حاجة انك تكون محمل ابليكيشن جوجل ميت. هو متاح معنا زوم برضو، بس ابليكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم، فهو ابليكيشن سهل وسلس وبسيط، بتحمله من على البلاي ستور، بتكتب جوجل ميت ينزل معك بكل سهولة. وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش، وبأكد انه تأكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا، لانه احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا. السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه، بنعمل فيها كالتالي. السيشن دي بتبقى ملك للطالب، يعني الطالب يكرر فيها، يحل فيها اكزامز. طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز، افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر، طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها، طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول، في وقت يا مستر؟ ان شاء الله في وقت، رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل على الامتحانات، الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله، لانه احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم، وحصلت مع طلبه كتير. طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت ليسون معين، ريفيجن، نشرح اجزاء معينه من المنهج، مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها، اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده، اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي، ونركز عليه ونشتغل عليه، نشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام، وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها. فالسيشن دي هتفرق معاك جدا، وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر، فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معنا على الواتساب، والحق احجز ميعادك قبل ما المواعيد تكتمل. وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين. احنا بنحاول بامر الله ان ننزل المحتوى كامل، نحاول نحل كل الامتحانات، حلينا كل الاختبارات التراكميه، فما تبخلوش معانا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب، شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر. كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل. وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنه عن اللي قبلها. واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق، شكرا، والسلام الله عليكم.